اقدر احس بده يعني. وعبال ما تحضري حاجه انا هنقل على الحاسب وده على هتيجي اكيد. ما هم احنا مش معقول هتبقى حدث حد يعني، مش ممكن تبقى الحلقه كلها انت عملتي تضحك علينا. لا لا هقول. حازم كلمني عن موهبتك. الحقيقه هي يعني موهبتين، موهبه التاديه الصوتيه والتعليق الصوتي وموهبه التمثيل. هما يعني التمثيل كانت معايا من وانا صغير قوي، كنت دايما بحب الممثل يعني، لما بشوفهم في التلفزيون الممثلين وبالذات الممثلين المصريين يعني، بدات حبي للتمثيل من الممثلين المصريين. من الافلام بقى كتيره، ومع مدار الوقت كنت باي فرصه، هو انا ما كانش قدامي فرص كتير قوي في المدرسه، بس اي فرصه قدامي حتى لو قدام صحابي او حاجه زي كده ان انا امثل حاجه كنت بمثلها. نقطه الانطلاق بقى بدات فعلا من اول الكليه. كانت الكليه دخلت فريق مسرح الجامعه، دخلته بالصدفه يعني، ما كنتش بدور عليه، هو اللي لقاني كده وعملت اوديشن واتقبلت فيه الحمد لله. بعد كده كنت بقدم زي يعني زي بلعب بصوتي، بعمل زي فيديوهات كده خفيفه لشويه من صحابي، فكذا واحد فيهم علق وقال لي ان لا صوتك في حاجه مختلفه، صوتك في حاجه مختلفه، وطب جرب تعمل كذا، جرب تعمل كذا، وجربت اعمل اكتر من فيديو واكتر من طريقه، ولقيت ان فعلا لا صوتي فعلا ممكن يجي منه في اختلاف. والحمد لله عشان انا كنت كويس في الانجليش، فقدرت ان انا ابقى عندي يعني ادي صوتيا في الانجليش وفي اللغه العربيه الفصحى والعاميه يعني، مثلا لو دوبلاج او حاجه زي كده. لا انت حتى في اللغه العربيه وانت بتتكلم دلوقتي التمثيل ده احنا مفقولين الاول بيطلع حاجه جميله جدا يعني. فعلا يعني مش ما هياش درجه حتى عند فئه الشباب يعني. طيب خلينا نستعرض حسن جزء من الموهبه دي. حسن ممكن مثلا ارتجل حاجه مثلا. والان نحن في صدد مخروطة عظيمة من مخاريط هذا المعرض العظيم الذي أمامنا. إنها مخروطة لسمكة قرش، هذه السمكة تعيش لمدة 1000 عام في المحيط الأطلسي، ولذلك بحث عنها كثير من العلماء ولم يصلوا إلى شيء. انتظرونا في هذه الحلقة لكي تعرفوا عنها المزيد. جميل. انا عايز اقول يعني انت لو قلت لي مقدمتين ثلاثه عشان اشتغل بيهم بعد كده احنا ما شاء الله عليك. فكره الالقاء بطريقه معينه او مسرحيه يعني، انت فكرت ان انت تدرس حاجه زي كده ولا المجال؟ خلي بالك انت بتتكلم في صيدله يعني معقد، مجال كومبليكيت جدا، عايز وقت، عايز صبر، عايز انا بتكلم على الصيدله، فمش هيسمح لحد يزحمه يعني، هيزعلك ممكن او هيزعل باباك ومامتك. هو الحقيقه يعني من ساعه ما دخلت الكليه وانا بطبعي لقيت نفسي بحب اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، فالحمد لله بعرف ان انا انسق ما بين الكليه وحاجه كذا حاجه تانية. بس حاليا يعني مركز، بما ان انا في اخر سنه بقى خلاص سنه التخرج، فمركز في الدراسه اكتر حاجه، عشان لما اتخرج ساعتها بقى اقدر ابحث في اكتر من مجال تاني يبقى متاح قدامي. يعني لما اتخرج ان شاء الله هيبقى معايا وقت اكتر ان انا ادرس ممكن، او امارس هوايتي بشكل متفرغ اكتر، سواء للتمثيل او للتأدية الصوتية. الصورة دي او اللي كانت معانا على الهواء هي فيها اداء او فيها تمرين او حاجة زي كده، لو كلمتنا عنها. الصورة فعلا كنت بعمل تجربة صوتية لأداء صوتي في مسابقة فويس اوفر معينة كانت موجودة هنا في اسكندرية. الحقيقة ان دي كانت من فترة قريبة فلسه نتيجتها ما طلعتش، فلما نتيجتها تطلع ان شاء الله هقول لحضرتك على طيب. هي دي الصورة بالظبط. احكي لي عن المسابقة، لان انا كنت لسه هسألك هل انت دخلت مسابقات يعني، وهرجع لك تاني على المسابقات، هل انتوا دخلتوا مسابقات او فكرتوا ان انتوا تشوفوا يعني، ما هو المسابقة هتقيس انت فين بالظبط، هتقول لك انت هي مكانك ايه يعني. فهل انت فكرت تدخل مسابقه او فعلا جربت حاجه زي كده؟ انا جربتها من فتره قريبه. في الاول قبل المسابقه دي انا كنت يعني سيلف ليرنينج، بتعلم بنفسي تعليم ذاتي وكده. بعد كده لقيت زي ايفنت او حدث معين هيحصل في اسكندريه هنا فحضرته، والحدث ده طلع فيه المسابقه دي للتأدية الصوتية، فقررت اما اقدم فيها واعمل تجربه الاداء. كانوا مدينا سكريبت معين
فعملت تجربة الأداء دي في الاستوديو بتاعهم، ومنتظر النتيجة يعني هتبقى إيه إن شاء الله. بس ما مش يعني، طب فاكر حاجة من السكريبت أو حافظ حاجة من اللي كانت موجودة في المسابقة صعب صح؟ كان في مثلا هم قالوا لنا نقول كذا حاجة، كان من ضمنها وثائقي برضو، كانت حاجة باللغة العربية. أقولها؟ آه طبعا. تمام. النمر سباح ماهر، والتمساح مفترس فتاك، وعند المواجهة من سيكون الصياد ومن سيكون الفريسة؟ انتظرونا في هذه الحلقة قريبا. جميل. أحمد فتوح اسم مش هغلط فيه.